هذا السوق يعني هو الاساسي، هو اعاده الذاكره الفلسطينيه يعني اللي كانت موجود زمان في رام الله تحتها، كان في سوق اسمه سوق الحاج طبعا، واحنا بنحاول نعيد هاي الذاكره هسه، بالاضافه لانه نفتح المجال للناس والستات والتعاونيات وال يعني الناس الفلسطينيين انهم اشغالهم اللي بيسووها في البيت ولا في مراكزهم الثقافيه انهم فرصه انهم يعرضوها ويشوفوها الناس، وكمان انهم يبيعوها، يعني في كثير بيصير بيع كمان، بالاضافه انه في لوحات ل رسامين شباب صبايا وشباب، في اعمال يدويه حيه، في خشب زيتون بسووه على المطرح، بيعملوا بلايز بيطبعوا مباشره على المطرح، يعني زي ما تقول هو يوم تفاعلي. احنا بنحاول قدر الامكان كمان نجيب شباب، احنا يعني جايبين شباب تقريبا من اغلب مناطق الضفه اليوم، كل مجموعه جاي هون وجايب معها ايش بخص التراث، مثلا رسم، ايش بخص التحف، مدبكات، ازياء فلسطينيه. طبعا هيك اسواق كثير مهمه خصوصا ابناء الشعب الفلسطيني، خصوصا لفئه الشباب، لانها بتقدر تعطيني مجال انهم يعني يعطوا او يقدموا ايش عندهم، ايش الاشياء اللي بيبدعوا فيها بمجال التراث والفن، عشان طبعا هاي النوع من انواع المعارض اللي هي معارض شعبيه طبعا مهمه جدا، عشان نثبت احنا هويتنا الفلسطينيه، ودائما دائما ذاكرتنا دلها انه في انه إن احنا لنا تراث وإنا امور ممكن لازم دائما نفرجيها للعالم ونفتخر فيها.